في وقت النوار وعندما تبدأ الزهور بالاستيقاظ من سبات الشتاء، ينطلق قطار مهرجان نوار نيسان حاملاً أطفالنا معه في رحلة المعرفة والوعي الفلسطيني. مهرجان نوار نيسان بيحكي عن الطفولة، هو للأطفال، ونيسان هي بداية الربيع وبداية الخلق، خلينا نقول وبداية تكوين الأشياء الجديدة، فيمكن بدايته بنيسان وبالربيع هي بداية مناسبة لنحتفل كمان بهدول الأطفال ونبدأ معهم سنين جديدة. في بداية التسعينيات ولد نوار نيسان، مهرجان الأطفال والمعرفة، ليعاد إحياؤه وينتظم عام 2012، وفي كل عام يأتي مبتكراً بموضوع مختلف. كل سنة إحنا بنختار ثيمة للمهرجان نتوافق عليها كلنا. السنة ثيمة المهرجان هي على، أو يعني شعار المهرجان هو على طريق البرتقال، وهو مستمد من تزامن نسخة هذا العام مع ذكرى المشؤومة، يعني طبعاً لنكبة فلسطين. كتير مهم إن نضلنا متذكرين، وكل الأجيال اللي بتيجي تتذكر إنها فلسطين ما بداش تاريخها من عام النكبة. فلسطين كانت قبل، بس شو النكبة عملت وشو تأثيرها علينا اليوم وشو دورنا كلنا للمستقبل، وتحديداً مع الأجيال القادمة، هو اللي مهم. مؤسسة تامر، إحدى المؤسسات الأم لنوار نيسان، غنت للأطفال في نسخة المهرجان هذا العام بفعالية شبرا قمرة. فعالية شبرا قمرة اليوم اللي إحنا عم نقوم فيها هي عبارة عن إطلاق للألبوم تاع أغاني شبرا قمرة. هو أغاني تقليدية فلسطينية لألعاب شعبية كنا نلعبها وإحنا صغار. فالفكرة منها هي توثيقها للجيل القادم اللي زي ما حكيتي عم بيصير ينسى شوي هاي الألعاب، مشغول بالتكنولوجيا. فإحنا عشان ندمج بين التكنولوجيا الحديثة والموروث الثقافي تاعنا والشعبي زي الأغاني، حولنا أول إشي الأغاني لعملنا عنهم رسومات ووصلناهم في كتاب هي موجود وراي، وعم نعمل إطلاق للكتاب بغناء الأستاذ جميل السايح ومسر شاهين. مؤسسات ثقافية عديدة تحجز لفعاليتها مقعداً في جدول المهرجان، منها العلية وخزائن. واحدة من فعالياتنا هي بالشراكة مع مؤسسة خزائن، اللي هي بتتعامل مع المادة الإفيميرال بنسميها، اللي هي مادة ورقية بتحتفظ فيها بتوثق حياتنا الفلسطينية، حياتنا اليومية. فرح نرجع لهاي المادة اللي هي فيها وثائق مختلفة، رح يعملوا منها غلاف لدفتر، رح يصنعوا هذا الغلاف هم. فالهدف من الدفتر إنه يكون في تذويت لهم، في طريقة جديدة بأنهم يتعرفوا على محتوى قد يكون صعب أنهم يتعرفوا عليه بالطريقة التقليدية. بحبش أقعد في البيت على الإلكترونيات، بحب أطلع برا البيت، وعشان كمان بتعلم عن تراثنا وتاريخنا وأجدادنا. أعمل نشاطات فعاليات وخصوصا الفن والعلم والقراءة. بخلونا مرات بنتعرف على بعض، مرات بعملونا نشاطات ألعاب، وكتير في أشياء، ومرات قراءة قصة، ومرات يعني في كتير أشياء. اليوم بسطت عشان حفظنا أشياء ودعايات وسجلنا وعملنا أشياء وقصصنا وحفظنا أشياء من فلسطين وعرفنا شو كان تاريخ زمان، شو كان يستعملوا. قد نعتقد أنهم أصغر من أن يفهموا، لكن ما نغفله نحن الكبار أن ارتباطهم بالأرض فطري، وأنهم ولدوا تواقين للمعرفة والاستكشاف. من رام الله المحتل، أسيل سليمان، رؤيا.